عبر الهاتف من بيروت ينضم لنا السيد علي الأمين الكاتب والصحفي. أستاذ علي مساء الخير، أهلا بك معنا. لقاءات إذن تشاورية لبنانية في دار الفتوى لبحث مخرج لهذه الأزمة بعد استقالة الرئيس الحريري، ماذا يعني ذلك؟ هل يعني قبول الاستقالة؟ مساء النور لك وللمشاهدين الكرام. وهذه اللقاءات هي تعكس برأيي في جانب أساسي منها حالة الأرباك التي أصابت المشهد السياسي اللبناني مع الاستقالة التي هي أكبر من استقالة إلى كل اللبنانيين بأن ما كان قائما على المستوى السياسي وفي إدارة الشأن العام اللبناني وسيما فيما يتصل بعلاقات لبنان الخارجية أصبح مختلفا التعامل معه عما كان في السابق. وهذه الرسالة كانت بالدرجة الأولى يعني بما تضمنته كلمة الرئيس الحريري تحديد الأسباب المتصلة بالنفوذ الإيراني وبأن لبنان يدخل مجددا إلى مسرح المواجهة على مستوى المنطقة. طيب. وبالتالي أعتقد أنه هذه اللقاءات هي تأتي في محاولة لتعكس إرباكا وبنفس الوقت محاولة الاستيعاب الموقف الذي فاجأ ربما القوى السياسية اللبنانية والسلطة اللبنانية. أليس لها أي تفسير فيما يخص الاستقالة أنه تم قبول الاستقالة؟ يعني نعلم بأنه كان هناك أحاديث بأنه لن يتم قبول الاستقالة إلا إذا تم ربما تمت كتابتها خطيا. الآن هل هذه اللقاءات ربما تعكس أنه هناك تحرك قبول الاستقالة؟ هو هروب من المشكلة كما أشرت، بمعنى أن المشكلة ليست في الاستقالة. الاستقالة تمت ومتضمن مجموعة شروط لم يقبل بها حزب الله تحديدا في حال عاد الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة، ورئيس الحريري لن يعود إلى رئاسة. طيب السيناريوهات المطروحة سيد علي الأمين، السيناريوهات المطروحة سيناريوهات بقاء الأزمة يعني الوضع على ما هو عليه فيما يشبه حكومة تصريف أعمال ويعني محاولة يعني استمرار الاتصالات، لكن اللعب في الوقت الضائع وربما لم يعد هناك من وقت ضائع، وبتقديري هو هروب من مواجهة السؤال المحوري الأساسي: هل أن لبنان سيستمر على ما كان عليه في إدارة موضوع يعني التعاطي مع النفوذ الإيراني ومع حزب الله، أم أن اللبنانيين سيخرجون من هذا الخيار؟ أعتقد أنه هذا الموضوع الأساسي الذي لحتى الآن يبدو لي أن لا أحد يريد أن يطرحه بشكل صريح، ربما انتظار لكارثة ما حتى يبدأ النقاش جديا في هذه المسألة. لكن إلى الآن ليس هناك أي جواب واضح فيما يخص قبول الاستقالة أم لا، صحيح؟ بالتأكيد، لكن أعتقد أنه دستوريا يعني مجرد أن أعلن الرئيس الحريري استقالته تمت الاستقالة، هو فقط الرئيس الجمهورية يريد أن يقول أنها يعني يحاول أن يتعامل بطريقة لا يريد أن يقبل الاستقالة، كما قلت يعني محاولة لشراء الوقت أكثر مما هي يعني ما يغير في واقع الحال شيئا. الاستقالة طيب. تمت بحسب الرئيس الحريري حاسم في هذا الموضوع. حسب معلوماتكم يعني هل هناك اتصالات مع الرئيس الحريري؟ هل هناك لماذا لم يأتي إلى لبنان إلى الآن؟ هل يمكن أن يقوم بزيارة قريبا إلى لبنان؟ أعتقد أنه أيضا هذا أمر تفصيلي رغم محاولة التركيز عليه يعني والإيحاء بأنه يعني مصادرة حريته أو أنه لا ليس يعني كذلك، يعني قصدنا أنه هناك اتصالات مع كحكومة يعني مع يعني رئيس الأمر حريري. أصبح تفصيليا يعني أنا برأيي لم طيب. يعد سواء طيب. عاد الرئيس الحريري، وأنا أغلب الظن حتى كل المعلومات تقول إذا عاد فهو سيعود لساعات طيب سؤال أخير ثم يغادر لبنان. سؤال أخير يعني سيد علي الأمين، نعلم جيدا بأن اتفاق طائف في لبنان يقضي أن يكون رئيس الحكومة سنيا، في حال قبول الاستقالة من الشخصية التي يمكن أن ترأس الحكومة بديل عن سعد الحريري؟ أنا رأيي دخلنا في الأزمة، ربما هناك شخصيات يعني كيف ستذهب؟ هل سنذهب إلى حكومة حيادية كما يقال أو حكومة تكنوقراط؟ حكومة سياسية أرى من المستبعد إمكانية أن يعني تتشكل حكومة سياسية. الشخصيات التي يمكن أن تأتي
ستأتي ضمن اتفاق سياسي. هل يحصل هذا الاتفاق سواء كانت حكومة حيادية أو ما يعني أو حكومة تكنوقراط؟ طيب. بالنهاية تحتاج إلى توافق سياسي، إذا لم يتم هذا التوافق السياسي فلن تشكل هذه الحكومة. أشكرك جزيلا سيد علي الأمين الكاتب والصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.